السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم بفيديو جديد. اليوم إن شاء الله رح نتحدث عن الفئران والجرذان الجرذ. اليوم رح نحكي أهم الفروقات ورح نحكي عن طرق الوقاية من الفئران والجرذان. خليكم معنا لا تروحوا بعيد، موضوع شيق كثير ومعلومات مفيدة كثير كثير. ورجعنا لكم من جديد للحديث عن أهم الفروقات بين الفئران والجرذ وبعض طرق الوقاية من الفئران. الفئران والجرذان يعني سبب العديد من الحرائق في الغير معروفة في العالم. الفئران والجرذان تسبب العديد من الأمراض. الفئران أصغر حجم من الجرذ، الجرذ أكبر بكثير من الفئران. أيضا البراز يعني الفار عند تواجده في المنزل بنلاحظ البراز موجود بشكل كثيف، بدللنا على وجوده خلال يوم أو يومين، بينما الجرذان أحيانا ممكن يعيش لمدة شهر شهرين ما نلاحظ تواجده في المنزل، بينما الجرذ ما بتكاثر داخل المنازل ولكن يتكاثر خارج البيت، وممكن انه يعمل جحور اسفل المنزل، ممكن يعمل جحور خارج المنزل، وفي المساء يذهب الى البيت لتناول الحصول على الغذاء، للحصول على المكان المناسب لبقائه حي، بينما الفئران تتكاثر داخل المنزل بصورة كثيفة، تتكاثر عند تواجد المكان المناسب للغذاء، تواجد المكان المناسب للماء، تواجد المكان أو البيئة المناسبة، فيتكاثر ويتوالد في المنزل. هاي أهم نقطة ممكن تكون الفرق بين الجرذ والفئران من خلال التكاثر. الفئران تتكاثر داخل المنزل ولكن الجرذان لا تتكاثر داخل المنازل، وإنما تعمل جحور خارج أو أنفاق أسفل المنزل. عشان هيك احنا بنشوف أحيانا نسمع صوت خرخشة في أماكن الصرف، صوت خرخشة عند حلوق البيبان من الأسفل، هذا بيكون جرذ لأنه بيعمل أنفاق أو بيعمل جحور لإله، وبرجع بالليل يتغذى أو يحصل على غذائه. طرق الوقاية من الفئران والجرذان: أول شيء المحافظة على المنزل نظيف خالي من النفايات، المحافظة على المحيط الخارجي أيضا نظيف خالي من النفايات لأنه هاي مصدر لتواجد الفئران في المنزل، أيضا المحافظة على الصرف الصحي نظيف، عدم وجود تسكير في الصرف الصحي، شبكة نظيفة جديدة، هاي مهمة جدا في المحافظة على المنزل آمن وخالي من الفئران والجرذان. أيضا نقطة مهمة جدا إغلاق جميع الثقوب أو الشقوق الموجودة في الشبابيك الأبواب لأنه ممكن يدخل منها. أنا حبيت هيك فيديو سريع أحكي عن بعض الفروقات بين الفئران والجرذان وأحكي بعض طرق الوقاية من الفئران والجرذان. ياريت إن نال إعجابكم هذا الفيديو، عمل لايك واشتراك في القناة، ولا تنسوا أي ملاحظة أو أي تعليق تكتبوا لنا إياه أسفل الوصف، وشكرا لكم.